السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مباشرة من شاطئ الوجة في زيارة مصورية المنطقة السياحية. منطقة جميلة ومنطقة جد رائعة. نعم، نحن في شاطئ الوجة، زرقة المياه وتحفة الصناعة والطبيعة، كأنها لوحة فنية رسمها رسام بإبداع وتفنن في رسمها. أكيد إنها مدينة أو نقال نقود بلدية لولاية جيجل، جيجل الجزائر العاصمة. نعم، هذه المنطقة السياحية والمنطقة الجميلة، سواح كثيرين يتوافدون على هذه المنطقة من كل مكان، حتى من فرنسا وغيرها. نعم، تعالوا شاهدوا متعة الطبيعة مع أخي رؤوف كاميرامان اليوم، المصور المبدع الفنان الصغير. معنا أخي، لا أستطيع ذكر اسمه ربما أو نسيت اسمه، يعقوب. نعم، يعقوب، أخي يعقوب قائد الرحلة، قائد الرحلة سيمتعكم بهذه كما نقال. نعم، شاهدوا، يا سلام، روعة الصورة وجمال الطبيعة. نضعكم تشاهدون وتستمتعون وترون ما أجمل هذه المنطقة وما أجمل زرقة مياه البحر. اليوم جو جد جميل جدا جدا جدا. شاهدوا معي، هذا هو يعقوب الفتى الصغير والبرهم الصغير الذي أتى من ليكرونت من أجل الاسترزاق. نعم، الاسترزاق بالبيتالو. نترككم ونلقاكم في انترفيو آخر من منطقة أخرى. نعم، لكن وبالتحديد بجيجل أكيد، لكن ليس من الجنجار، ربما شاطئ الأحمر أكيد أو غيرها. كان معكم عماد الصحفي الصغير من زيامة المنصورية بمساعدة رؤوف الكاميرامان.